اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا إلا من رحم ربي، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، صحف ومجلات وحكايات وثقافات تموج بها الدنيا صباح مساء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن المرء المسلم لا يعجب من مواقف كثير من الناس أمام كتاب الله تعالى، وقد أحاط بهم الظلام من كل جانب، فتخبطوا فيه خط العشراء، أفلست النظم، وتحطمت كثير من المجتمعات، وتدهورت القوميات والعالميات، وأنتنت الحريات اللادينية المزعومة، فالعجب كل العجب أن يكون النور بين أيديهم، ثم هم يلحقون بركاب الأمم الكافرة في كل نهج ومسلك، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهداية.